بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم وأحييكم في هذا العدد الجديد من هل سألوا، هذه الحصة التي تعنى بالإجابة عن انشغالاتكم الفقهية الدنيوية والأخروية. هذه الحصة التي نستقبل فيها أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني وعبر مجمع الفاكس 021-37-41-21 وعبر الوسائط التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة يرافقني فضيلة الشيخ الدكتور محند إدير مشنان، الذي أرحب به باسمكم جميعا. مرحبا بك سيدي الفاضل. شكرا الأستاذ حمزة، ربي يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله نقضي وقتا طيبا إن شاء الله في هذا الفسحة الفقهية إن شاء التي الله نحاول أن نخدم من خلالها إخواننا وأخواتنا الذين يتابعون قناة القرآن الكريم، خصوصا وأن غالبية الأسئلة التي وردتنا وانتقيناها هذه الأمسية هي أسئلة تخص حجاجنا الميامين بالبقاع المقدسة، الذين نسأل لهم العلي القدير الحج المبرور والذنب المغفور، ونسأل العلي القدير للذين لم يسعفهم الحظ هذا العام أن يكتب لهم العام المقبل. شيخنا الفاضل، سائل من الحجاج يقول: هل هناك حل فقهي للناس الذين يتعذر عليهم المبيت في منى لطارئ أو لظرف من الظروف الذي سبق وأن تحدثنا عليه في الحلقات الفارطة؟ فعلا تحدثنا في حلقة سابقة في على يعني ربما الإشكال أو الصعوبة الموجودة في منى، وتحدثنا على الأصل الحكم الفقهي اللي هو وجوب المبيت في منى، ولكن هذه الصعوبات كيف تنفرج برقي المستوى الأخلاقي. لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. حينما تتسع الأخلاق تفتح الآفاق، حينما تضيق الأخلاق حتى الآفاق الواسعة تضيق. وإحنا المثل الدارج تاني يقول لك الضيق في القلوب، مش معنى صحيح، هذا هو الكلام صح. إحنا تحدثنا قلنا هناك قواعد أخلاقية سلوكية تخفف عنا، صحيح، لأنه الناس اللي ما يقدروش ما لقوش مكان، واحد اللي يلقى مكان يخلي له مكان برك ويقدر. ثم هذاك الإنسان اللي خلى له المكان، مثلا سي حمزة اللي خلى المكان لحاج من الحجاج وكبار، سي حمزة يقدر وش يدير؟ إن شاء الله يا يقعد ربي يقعد إلى منتصف الليل إلى بعد ما أنا كيما هذا العام 12 ونص تاع الليل خلاص وصل منتصف الليل، منتصف الليل وزاد. طيب تقريبا في منى معظم الناس ما يرقدوش قبل 12 ونص تاع الليل، كاش ما صعب باش ترقد. قاعد كي تخلص 12 ونص تاع الليل حبط المكة. هل جاب المبيت؟ نعم جاب المبيت، بمعنى لو كان إنسان أو قاعد في منى من المغرب وقاعد صلى المغرب صلى العشاء، راهو يذكر ربي، راهو يقرأ القرآن، راهو قاعد مع الناس إلى غاية منتصف الليل، وخرج إلى مكة يروح للغرفة تاعو في مكة، لأنه عنده غرفة تاعو في مكة، ويبات في مكة ويزيد أكثر من هذا. احنا من الخيم تاعنا باش تخرج من منى تقريبا تمشي واحد الساعة، تقدر مثلا على 11 تاع الليل 11 وكذا تبدا تخرج بالعقل بالعقل، عندك سبحة في يدك كذا ولا بلا سبحة راك تذكر ربي في الطريق، وانت يا راك في مازال في منى، كي توصل كذا خلاص تلحق 12 ونص تاع الليل، بمعنى ما تخرجش من منى قبل 12 ونص تاع الليل، ولكن عندك الوقت. بمعنى شحال يبقى لك من حدود منى الى مكه؟ يبقى لك حوالي 5 كيلومتر كذا تمشيهم، 5 كيلومتر في نصف ساعه تقدر تمشيهم، بمعنى الوحده الوحده ونص راك ماذا في؟ راك في مكه في الفندق مرتاح، صلي الصبح في المسجد الحرام ب 100,000 حسنه. تقدر بعد الصبح تنوض ترتاح شويه وتسقهوى لتماك ودير كذا، تصلي الظهر، تقدر في العصر تعاود تطلع حاج شاب لبس عليه يطلع على رجليه يطلع راكب على
حسب الظروف تاعو. كاين اللي يركب اذا لقى وسائل المواصلات وقادر يخلصها، كاين اللي ما يقدرش يقدر يجي مشينا على الاقدام. ومليحه حتى الاطباء يقول لك هذه رياضه. اذا الانسان لما يقعد في منن من الغروب، مثلا الغروب حوالي الساعه السابعه والفجر الساعه الرابعه، فاحسب هذيك ثلث الليل، هذا نصف الليل، منتصف الليل، السبعه ثمانيه تسعه العشره الحداش اثناش الواحده زوج ثلاثه اربعه، بمعنى تسع سوايع هو الليل، معنى اربع سوايع ونص هو هو نصف الليل. السبعه معنى ثمانيه تسعه العشره الحداش حداش ونص تقريبا اثناش تاع الليل، خلاص خلاص منتصف الليل تقدر تخرج. هذا مخرج، هذا ماهوش رخصه، هذا جائز، هذا عادي. تسمى هذا معنى من لم يبحث عن رخصه، لانه الانسان اذا بقي في منى نصف الليل وزاد عليه شويه فقد حقق ما يسمى ماذا بالمبيت وقد بات. شكون اللي يدير يقدر يدير هذا الشيء؟ عاده الشباب، الناس بعض الكهول اللي مازال في صحه جيده وما لقاش مكان يروح، والكثير من الناس يفعلون هذا. قل كان اولا كاين بعض الناس نعرفهم كيفاش يديروا، كي يحبط من مكه الى مزدلفه الى منى يقفز، هما زوج ثلاثه اربعه من الناس مع بعض يحكموا الاماكن، ماشي باش يقعدوا فيها، ماشي باش يخليوها للناس واحد اخرين، لانه يعلمون انه كاين الناس ما يحبش يسمح في مكانه، فهو يروح يشدها ومن بعد كيبدا يشوف شكون الناس اللي محتاجين ويخلي المكان تاعه، ومن بعد هو من هذيك الليله بدا يحبط المكه يعاود يطلع الى غير ذلك. فلاحظ يعني نيته من البدايه خدم مكان ليس من اجل ان ياخذه ولكن من اجل ان يعطيه لي غير، وهذا سلوك راقي جدا. تبقى حاله اخرى استاذ حمزه، وهو كاين الناس لا هو لقى مكان ولا هو قادر يطلع ويحبط المكه، صعب جدا. اذا طلع ما عادش، اذا حبط ما يقدرش يطلع، اذا طلع ما يقدرش، صعب صعب. وفي نفس الوقت ما لقاش مكان، ما لقاش، الله غالب. هذا واش يدير؟ هذا نقول له ناخذ برخص موجوده في فقه الصحابه والتابعين وبعض الائمه المجتهدين، انه هذا الشخص يسقط عنه المبيت في منى، يسقط عنه هذا الواجب، يسقط للحرج والمشقه وعدم القدره. هذا واش يدير؟ هذا يحبط الى مكه، يحبط يقعد في مكه طيله ايام منى. واش يدير؟ فقط يكلف من يرجم له، وقد سقط عنه المبيت وليس عليه حتى الهدي. ولكن شكون نقولوا؟ نقولوا شخص مثلا كبير او عجوزه كذا، او امراه مثلا حامل، او شخص صغير ولكن مرض يعني راهو في كاين اللي مرض وعنده الحمى عنده كذا جاته وعكه صحيه، فنقول له شوف طريقه تنزل بها الى مكه وتوصي من يرجم عنك وخلاص. اما واجب الرجم فقد اتيت به من خلال النيابه، واما واجب المبيت فقد سقط عنك بماذا؟ بهذه المشقه. ولهذا احنا نمشي في الترتيب، قلنا الاصل هو الوجوب، الناس اللي قادرين يخليوا الناس اللي ما مش قادرين، اللي قادر يحبط المكه ويعاود يطلع يفعلوا ذلك، اللي تعذرت عليه كل هذه الاشياء ولم يجد اين يبيت في منى وربما يولي باتنا برا ومع الاوساخ مع الناس كذا، ربما يمرض لنا، يمرض ربما حتى يعني شيء لا يتناسب مع الكرامه الانسانيه. وربي قال ولقد كرمنا بني آدم. هذا نقول له لا، هذا تنزل. ولجنه الفتوى في وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف مع غيرها من لجان الفتوى في بلدان عربيه واسلاميه اخرى اختارت هذا الراي، المخرج، هذا المخرج اللي هو مخرج يمشي مع قواعد التشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ويعني كل قواعد التشريع تمشي مع هذا الشيء، وله أصل في الفقه الإسلامي في مذاهب فقهية واجتهادات فقهية معتمدة. نعم شيخنا، يعني شكرا على هذه الإفاضة. هناك سائل آخر يسأل عن صلاة الظهر وصلاة العصر
في الغرف، يعني ما ارتفاع درجة الحرارة في البقاع المقدسة، يعني هل ينال بها أجر الذي يصلي في المسجد الحرام أم عليه إثم؟ لأن يكثر الحديث، يعني هو شقا كيفاش ما يروحش للمسجد، كيفاش يصلي في الغرفة، فكيف ننوره شيخنا الفاضل؟ والله فعلا ربما هذا السؤال ما كانش يطرح كثيرا في الأيام السنوات السابقة، خصوصا لما كان الحج في الربيع وكان الحج في الشتاء. في الشتاء الخريف، يعني الخريف لا بأس. الآن الحج راح يكون، حجاجنا راح يروحوا خلال الشهر النصف الثاني من شهر جويلية، النصف الثاني من شهر جويلية وتقريبا شهر أوت، فمعناها أعز أيام الحرارة وين؟ في مكة المكرمة. وللذي لا يعرف حرارة مكة المكرمة، هذه الأيام تأتينا الأنباء أن درجة الحرارة هنالك 52-53 درجة، حرارة شديدة. طيب الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صح؟ إنسان كيمشي للحج نتفهمه، ينبغي أن يوزع طاقته على موسم الحج، راح يقعد الحاج حوالي شهر، طاقة تاعه قدراته لازم يوزعها على شهر. كاين بعض الحجاج يروح الأسبوع الأول راه فرحان بكذا والكعبة قدامه ويروح ربما على الزوج تاع الصباح وهو في الجامع ورايح كذا ومن نهار أسبوع، بعدين يتعب ربما يصاب بإجهاد شديد، كي يوصل وقت الحج تاع الصح اللي هو مينا وعرفة تلقاه خلاص طاب، طاح الباتريات خلاص. ولهذا واش لازم الإنسان؟ ينبغي للإنسان أن يوزع طاقته وجهده على الموسم كله. طيب من بين ذلك أن الإنسان يختار الأوقات التي يجتهد فيها، ويختار الأوقات التي يرتاح فيها. صحيح. صح. احنا عندنا مثلا خمس صلوات في اليوم الفرائض. طيب في شاب لبس عليه ويقدر يدير المظلة ويمشي وكذا، يعني عنده قدرات تاع تحمل، يقول كان أنا نحب نصلي كاع الصلوات الخمس في الجامع، يروح يصلي على روحه يدبر راسه. ولكن كاين شخص كيمشي من الفندق إلى الحرم بلاك يمشي 10 دقائق فقط، لأنه مشيته خفيفة ويعرف كيفاش كذا. كاين واحد آخر خطواته ثقيلة ويمشي غير قيس قيس، هذيك العشر دقائق تولي نصف ساعة، إذا كان ربع ساعة تولي 45 دقيقة. طيب الآن هذاك الشيخ هذا الكبير ولا العجوزة الكبيرة ولا هذا الشخص اللي مريض يخرج في صلاة الظهر في عز الحرارة، حتى الظل ما كانش، لأنه تقريبا تكون أن الشمس تكون في منتصف السماء. أي نعم، ما تكون في منتصف الظل ما تلقاش، هذه كلها يمشيها ذهابا والشمس فوق رأسه، وعودة والشمس فوق رأسه، نهار يومين ثلاثة أيام، والله كما يقولوا بالدرجة تاعنا غير جميل يرعف. يقولوا هذا الكلام ولا لا؟ يقولوا باش نقربوا فقط الصورة. الصورة احنا واش نقولوا الناس اللي كيما الذين يتضررون والأطباء يقولون هذا الكلام، ينشف يعني يتصرى له. نقول له يا سيدي اختار الصلوات التي تصلي فيها في المسجد الحرام، صلي صلاة الفجر، صلاة الفجر ما كانش الشمس، صلي في الحرم، وصلاة الظهر صليها يا أخي في غرفتك، تقدروا الجماعة أنتم زوج ثلاثة كبار صليوا الجماعة في غرفتكم، وين راكم تصليوا؟ راكم تصليوا في الحرم، مكة كلها حرم، إن شاء الله عندك من الأجر مثل الشخص اللي صلي، لأنه الذي منعك هو المحافظة على صحتك والمحافظة على حجك حتى تكمل بقية الواجبات. تكمل بقية الواجبات. العصر نفس الشيء، ما زالت الحرارة شديدة، يقدر الإنسان في أيام الحرارة الشديدة هذه الكبار هذوما يصلون الظهر ويقدروا يصلوا العصر في غرفه في عز الظاهرة، ويزيد
هذاك الوقت لما يصلي يكون عنده الوقت يدير شويه قيلوله، وهذيك القيلوله هذيك يقدر ينوض بها بكري باش يروح يشد مكان مليح في الصبح، وهكذا. والقيلوله هذيك تنظم حياته وتنظم جهده. اذا احنا ننصح الناس في مكه ولا حتى في المدينه انه في اوقات الزوال في اوقات الظهيره الناس اللي ما مش قادرين قل لهم صلوا في غرفكم. صلوا. والانسان اللي جاي معاه ناس كبار يروح وما يحب يقولوا لي يا ودي، يقولوا ما انا نقدر نروح، انا نروح ولكن انتم مريحوا. اذا شافوا متعلقين يقعد على جلهم، يقعد على جلهم. وهذا كله انسان وصلى في الحرم، لانه انت ماكش تصلي، راك تصلي داخل، لانه كان الحرم عنده حدود والسكنة تاعنا كلها احنا داخل، بل كل الحجاج يسكنون في حدود الحرم. اذا فيصلي في غرفته، خصوصا في الايام اللي فيها، في الاوقات اللي فيها الحراره الشديده. هذا يدخل في لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، يدخل في ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باش تكمل الحج لازم تحافظ على صحتك، وباش تحافظ على صحتك ينبغي ان لا تتعرض للحراره في مرتفع. هذه الايام حاره جدا في مكان حار، بواد غير ربي سماه في القران الكريم بواد غير ذي زرع. ومكه صحراء، يعني صحراء جبليه حجريه قاحله، حرارتها شديده جدا. حتى المدينه المنوره نفس الشيء، حراره شديده جدا. ولهذا ف انسان يصلي في، ولكن يحافظ باش يصلي صلاته في وقتها، واذا كانوا في غرفه يصليوا جماعه خير من يصلي كل واحد فرادى. وثم مازال عندكم في ميناء نراونا موجودين وتصليوا جماعه، يعني اللي قالوا اللي يحب يربح العام طويل، واللي يحب يربح موسم الحج ايضا طويل، الله يبارك شهر كامل تقدر ان توزع نشاطك عليه. وهذا يخدمك انت، يخدم الطبيب، لأنه يعني الطبيب راهو يساعدك، أنت ساعده. كيف تساعده؟ بالوقاية. أنت الآن لما تدير هذا الشيء تمنع نفسك، ولكن تخلي فرصة للطبيب إذا كان محتاج يرتاح يرتاح، ولكن تخلي فرصة ربما لمرضى آخرين باش يعالجوا، لأنه عندهم ظروف أخرى. يروح طبيب يعالج 10 من الناس، لو كان ينقصوا عليه 9 يقدر يتفرغ للتسعة خير من 10، لو كان يجوا غير 5 يولي يتفرغ لهم أفضل. وحينئذ تعين البعثة الطبية، تعين غيرك من المرضى من الممرضين، تقتصد الدواء الكذا. ففيه عمليات مركبة بسلوكك هذا، وخصوصا الحجات، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة المرأة في مسجدها، ولا لا؟ صحيح. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في مكة المكرمة، وهو يصلي في المسجد النبوي وهو يصلي في المسجد الحرام. ولكن طبعا لا، قال أيضا لا تمنع إماء الله مساجد الله. مساجد الله. ولكن تصلي أوقات حيث الظروف مناسبة والحرارة مرتفعة، المغرب والعشاء والصبح في المال الآخر، والظهر والعصر حيث الحرارة الشديدة، أو على الأقل الظهر وحده إنسان يصليه ماذا في الغرفة. وأنا أوجه هذا الكلام لأصحاب الحاجات بالدرجة الأولى. نعم. يعني شكرا شيخنا على تفصيل في الصلاة في الغرف. ننتقل إلى بعض الأسئلة التي انتقيناها من الحياة اليومية. نعم. فيه سائل يقول بأن له أخ، هذا الأخ مصاب بمرض من الأمراض العقلية ولديه نصاب الزكاة، فما حكم زكاته؟ هل يخرجها عنه؟ وهل يجوز له التصرف فيها؟ نعم. هو الزكاة هي حق متعلق بالمال، قلت وليس متعلقا بالشخص، ولهذا لا يشترط في الزكاة البلوغ، فتجب الزكاة في مال الصبي، لأن يعني الزكاة متعلقة بالمال ماشي بالشخص. صبي ويجب يصلي ولا لا يجب؟ لا يجب، لا يجب عليه، لازم عليه حج ولا لا؟ لا يحج حتى يبلغ. والصيام نفس الشيء، لا يجب عليه. والزكاة لا يزكي، لا
لأن الزكاة ليس حقا بدنيا ولكنه حق مالي. مالي. إذن فيزكي الصبي، يعني نخرج الزكاة من ماله. والمجنون يصلي لما يصليش تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة، ويسقط عنه الصوم، ويسقط عنه الحج. ولكن هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة إذا عنده مال وتوفرت فيه بقية الشروط. إذن فتجب الزكاة في ماله. شكون اللي يخرج عليه الزكاة؟ وصيه، الشخص الذي يتولى ماله هو الذي يتولى إخراج زكاته. مثلا هذا الشخص عنده 100 مليون ودار عليهم العام، يخرج منهم 2.5 مليون. واضح؟ واضح. عنده 200 مليون ودار عليهم العام، يخرج منهم 5 ملايين. واضح. إذن فهذا أخوه هدايا الذي يرعى ماله، يقدر المال اللي عنده، وما دام دار عليه العام وفيه بقية شروط الزكاة فيخرج الزكاة في مال أخيه إن شاء الله، وربي يعطيهم كامل الأجر هكذا إن شاء الله يا رب. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله ربي يثبت لهم الأجر تاع إخراج الزكاة. شيخنا سائل آخر يقول بأن له إعاقة في يده اليمنى، نعم، وليس بإمكانه تحريكها أو تحريك أصابع يده اليمنى، وأنه يباشر جميع الأعمال بيده اليسرى. نعم. فهل عليه حرج في بعض العبادات مثلا الصلاة يحرك إصبعه من اليد اليسرى؟ نعم. وكثير من الناس يعني عندما يتحدثون إليه يلومونه، يقولوا له، واحد يقول له ما تحركش يدك كامل، واحد يقول له ما تحركش صبعك، واحد يقول له يكفيك أنت بقلبك تقرأ التشهد يكفي. فهذا السائل راهو حاب المخرج وحاب يستأنس الرأي فضيلتكم، فنوروه سيدنا الشيخ. نعم. لا، هذا إنسان يا أخي، ربي قلنا في القرآن الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. صحيح. واللي شرع مثلا التيامن، النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله قال تيامنوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، يتيامن يعني يعمل ويشتغل باليمنى الذي يستطيع. هذا لا، هذا موش فقط، لأنه كان واحد أخر تلقاه أشمل، مش معنى أشمل، قوشي قوشي. هذا الإنسان اللي كل ما في الأمر أنه قوته في اليد اليسرى، واليد اليمنى صارت عنده كاليد اليسرى، هذا نقول له يجتهد في أن يوظف يده اليمنى، لأنه موش مشلول، هذا يقدر. بمعنى الأكل يقول لك أنا نعم كي ناكل باليسرى أيسر، ولكن لو كان ناكل باليمنى صعب، يعني نقول له لا اجتهد، حاول تيامن، حاول. واليد هذيك اليمنى اللي مش قادرة لأنه هذا إنسان أشمل، بالتدريب ستتدرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد أشمل وقال له كذا، لا أصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم بأنه يقدر أن يدربه. صح. ولكن الحالة اللي تحكي عليه لا، هذا مشلول، يده اليمنى لا تتحرك، لا يستطيع أن يفعله، إذا خلاص صارت يده اليسرى، صارت هي اليمنى وهي اليسرى. هذا باش يأكل، يأكل باليسرى، باش يتشهد، يتشهد باليسرى، حتى إذا صافح الناس يصافحوا باليسرى. لأنه كان نتصوره أنه شخص قطعت يده اليمنى أصلا، اليد المشلولة تقريبا هي كاليد المقطوعة، لأن وجودها شكلي ولكنها لا تؤدي أي وظيفة. إذن فهذا لما يتشهد يتشهد بيده اليسرى، لأنه التشهد مشروع وتحريك السبابة مشروع. شكون خير، أن يبقي على تحريك السبابة المشروع باليد اليسرى، أم أنه يترك أصلا؟ فأن يفعله باليد اليسرى خير له من أن يتركه بالكلية. أما الأكل والشرب وكذا فطبعا هو يأكل ويشرب باليد التي تشتغل، اليد التي لا تشتغل الله غالب. القاعدة تقول إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب، هذا في الواجبات. وأيضا إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب في المطلوبات، لأنه هذا عبارة عن مستحبات فقط، فالله طلب فعلها، طلب فعلها لأنه وهب القدرة تاع اليد اليمنى. إذا أخذ الله موهبة قدرة الطاقة اليمنى، قد أخذ الله ما وهب ولا لا؟ أخذ الله ما وهب، إذن يسقط ما طلب.
طلب الله منا أن نحرك في الصلاة يدنا اليمنى لأنه وهبنا اليد اليمنى. أخذ الله منا قدرة اليد اليمنى، يسقط الله تعالى ما طلبه منا من الأشياء التي كنا نفعلها باليمنى، وهذه هبة وطلب. كانت الهبة يمشي معها الطلب، سقطت الهبة يسقط الطلب، لأن الإنسان في نهايته هو منفعل، بمعنى ليس فاعلا، الفاعل الحقيقي هو الله، الله خلقكم وما تعملون. فالفاعل الحقيقي هو الله، الله أراد لي أو لغيري أن تشتغل يده اليمنى فلتشتغل، أراد الله ذات يوم أن لا تشتغل لم تعد تشتغل، الشيء اللي كنت تديره باليمنى ديره باليسرى، صح. وفي كل خير إن شاء الله، بارك لأنه الله. مثلا في القبلة، ها وربي قالنا استقبلوا القبلة، بس أنا ما عرفش القبلة وراي وش يدير، يجتهد يصلى ولو لغير القبلة. إنسان يا خير ربي قالنا توضاو، ما لقاش الإنسان الوضوء وش يدير، يجتهد ويتيمم. هاو إنسان يصلي واقف وبعدين ما لقى ما يقدرش يصلي واقف أو يجلس، هذه رخص. الرخص تمشي كلما وقع الإنسان في حرج تحركت الرخصة وحدها تتحرك، كان شغل كان كأنها سيستم ضلع أوتوماتيك، يديك لونشو أوتوماتيك، ما يعني لأنه بنيان الفقه الإسلامي بنيون على هذا الأساس، على رفع الحرج، على اليسر. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سائل آخر، هو من أحد المؤذنين في هذا البلد الحبيب، يسأل أنه في سنوات التسعينات كان يأذن مع واحد من المشايخ، فقيه فقه مالكي من دارسي مختصر الشيخ خليل، كان يقول له أذن الأذان تكبيرتين، ولكن في الآونة الأخيرة هذاك الإنسان راح الله يرحمه، وراه يشتغل مع إنسان آخر في المسجد، فالإمام هذا قال له كبر 4 تكبيرات، وكذلك بالنسبة للإقامة، في الإقامة عندما يصل إلى قد قامت الصلاة مرات يقول له قولها مرة واحدة، ومرات يقول له قولها مرتين، ولما تناقش معاه ووصل بيناتهم الجدال، هذا الإمام قال له هذه هي السنة اللي راني نقول لك عليها، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل، هذا المؤذن، حب تنوروا بعض المعرفة الفقهية في هذا الحادثة، وتعطيه حاجة ليمشي بها إن شاء الله. نعم. هو هذا التربيع في التكبير نحن لا ننكره في المذهب المالكي، لأن وردت في ذلك أحاديث صحيحة، له أصل. فالإنسان اللي ربع في التكبير خصوصا في البلدان التي مذهبها التربيع فلباس، لأنه يحترم المنظومة الفقهية والسياق الفقهي الموجود في ذلك البلد. كل المساجد تربع في التكبير، خلي حتى المسجد تاعو يربع. احنا في بلادنا المذهب تاعنا هو المذهب المالكي، وفي المذهب المالكي فيه التثنية في التكبير. طيب الآن، وهذه التثنية في التكبير سنة ما هي السنة؟ سنة. طيب الآن شوفوا بين سنة التثنية وبين سنة التربيع. التربيع في التكبير، شكون من باب التعارض والترجيح؟ هذيك التربيع في التكبير ثبت بأحاديث صحيحة، ولكن هي أخبار أحد. ما معنى أخبار أحد؟ يعني رواها 1-2 من الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم أجمعين. التثنية في التكبير وشنو هو؟ هو عمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر عليه الأمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الصحابة الكبار، إلى عهد صغار الصحابة، إلى عهد التابعين الكبار، إلى عهد صغار التابعين. والأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون يكبرون مرتين في المسجد الذي كان يصلي فيه سيدنا رسول الله، ويؤذن فيه بلال رضي الله عنه، ويؤذن فيه ابن أم مكتوم، مؤذنا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من
المؤذنين ليأذنوا من حين إلى آخر. يبقى الآن كاين أشياء ثبتت بعمل أهل المدينة، النقلي العملي، هذا عمل لي سمى عملا متواترا. قال لك جاء شكون محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ورضي الله عنه، وهو من كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة، زوجهما من الكبار أبو يوسف ومحمد بن الحسن للمدينة، وطبعا يتناقش معهم في المسائل اللي فيها شوية اجتهاد بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. مثلا وصلوا للصاع، الصاع تاع الزكاة، باش نوصلوا للأذان هذا، قالوا احنا الصاع عندنا مقداره كذا. منين؟ لأنه ما أثر عن ابن مسعود وفلان وكذا كذا أنه الصاع. قالوا معليش. قالوا الآن أنا نقول لك واحد الحاجة. قالوا الآن هذاك الإمام مالك أمر أو طلب من أحفاد الصحابة أن يأتوا بصيعانهم التي كانوا يكيلون بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيب الصاع تاعك، جابوا، جيب الصاع تاعك، جابوا، جيب الصاع تاعك، فجابوا الصيعان. هذه كلها كيف كيف؟ قالوا نعم كيف كيف. هذه الصيعان التي كان يكيل بها الصحابة، شكون الأرجح؟ هذا كل هذاك الرأي المنقول، لا، هذا هو الصاع، هذا اللي كان يقيس به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الشيء لا ينبغي أن يناقش في هذا الشيء. زين، في الأذان قالوا أنت تقول لي بالتربيع، ها فلان مين سمعت الأذان هذا؟ هذا نحكي لك في عهد اتباع التابعين، هو طبقة الإمام مالك. قال لك أنا يا سمعت ابن هرمز وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وفلان وكذا، كلهم كانوا يؤذنون هكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم منين سمعتوا؟ احنا سمعنا زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة، وكل هؤلاء كانوا يقرون ويأتون إلى الصلاة بهذا الأذان. وهذا منين؟ هذا سمعناه من الأذان الذي كان يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأذان في المدينة المنورة من تناقله؟ تناقله جمع عن جمع عن جمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين صغارهم وكبارهم إلى طبقة أتباع التابعين. إذن فهذا نقل متواتر. صحيح. خلاص، إذن هذا هو الأذان، هذا هو الأذان الذي كان يؤذن على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه ودفن فيه ويزار فيه إلى يوم الناس هذا. هذا ثم أيضا من ناحية تقنينية، هذا مدام مؤذن، يقول المؤذن ضامن، الإمام ضامن عفوا، والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن يضمننا في صلاتنا، لكن ندخلوا إمام يركع نركع، يسجد نسجدوا، واضح الكلام صح. والمؤذن مؤتمن، هو مؤتمن على الأذان في وقته، مؤتمن على الأذان في كيفيته وبصيغته. صح. شكون اللي أتمنه؟ أتمنه المجتمع. من خلال ماذا؟ من خلال جهة معينة هي التي وظفته، أو من خلال جهة معينة هي التي رخصت له بالأذان. هذه الجهة اللي هي الدولة الجزائرية، اللي هي الوزارة، اللي هي الجهة القائمة على الشأن الديني في الجزائر، فيه نص قانوني ينظم الأذان، وينص صراحة هذا النص أخذا بما هو راجح في مذاهب العلماء، بما هو مستقر في مذهب الإمام مالك، بما استقر على الأمر في المدينة النبوية، على أن التكبير يثنى ولا يربى. هذا مؤتمن، ينبغي أن يفعل ذلك، ينبغي له أن يفعل ذلك بحكم النسق الفقهي الموجود في الجزائر اللي هو المذهب المالكي، بحكم قوة الدليل تاع التثنية في الأذان، ولكن بحكم أيضا الالتزام بالعقد الذي يربطه بالجهة التي وظفته أو بالجهة التي مش موظف لها. لأن الكثير من المؤذنين متطوعون، ولكن الجهة التي رخصت لك أن تؤذن تقول لك أذن بالتثنية. ولهذا نقول له أنا نؤذن لأخوه، قل له إذا عندك إشكال
أنا عندي مدير شؤون دينية، عندي الوزارة، كما قالت لي ندن ندن هكذا، هذيك هي. ويستصحب هذا الاستدلال الفقهي الذي يبين بأن التثنية في الأذان هو الراجح من التربيع في الأذان، هذا إذا مشينا على قواعد التعارض والترجيح. ولكن احنا الآن نمشي إلى بلد معين، إلى بلاد الشام أو إلى مصر أو إلى الحجاز أو إلى بلدان أخرى، بعض البلدان التي مذهبها التربيع في الأذان. أنا مذهبي كامل المساجد تربع حتى يحافظوا على النسق الفقهي في بلدهم. نعم، احنا في بلدنا التثنية مذهبية، كل مساجد تثني هكذا. صحيح. نعم. شيخنا مشكور. شيخنا هناك سائل آخر يتحدث عن الجنة، وسؤال يحيره دائما، هل أن عندما يدخلون الجنة يكون ملتحين أم بدون لحية؟ إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل الجنة بإذن الله. إن شاء الله بك يخلينا في أهل الجنة برك إن شاء الله، باللحية ولا بلا لحية، المهم يكونوا من أهل الجنة. الجنة باللحية مليحة، بلا لحية مليحة، هكذا يعني. في زوج ملاح. ولكن فقط الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، فيه كل ما تشتهيه نفسك تجده في الجنة. نفرض أن واحد من أهل الجنة، إن شاء الله نكون منهم إن شاء الله يا ربي، مشتهى أن تكون له لحية، ستكون له لحية. اشتهى أنه تكون عنده لحية هكذا صغيرة كما لحية تاعي، تكون عنده لحية. لا، اشتهى بلي تكون عنده لحية كذا، تكون عنده. طيب اشتهى باش يكون كما السي حمزة لحية، الله يبارك ما. أيضا تكون له. فيه الجنة هي دار ثواب وليست دار تكليف. الله لا يكلف عباده لا بصلاة ولا بصوم ولا بلحية ولا بأي شيء، هي دار ثواب ودار جزاء ودار كرامة. فالله يكرم عباده بكل ما يشتهون ويلهمهم الله عز وجل فيما يشتهون. ولكن فقط هات بركنا، هات بركنا ندخل هذه إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يقدرنا ويكتبها لنا إن شاء الله. والسؤال الذي ينبغي أن يكون حتى نوجهه هو الإنسان أن يفكر فيما يدخله الجنة. كان واحد راح سقس النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله متى الساعة؟ سؤال غريب. لماذا غريب؟ لأنه لا يترتب عليه شيء. وش دخلك أنت وقت الساعة؟ أنت راح تقوم الساعة، وش راح لك انت؟ هل كلفك ربي باش تنفق في البوق، ولا كلفك ربي باش زلزلت الارض وزلزالها، ولا لم يكلفك الله عز وجل بشيء من هذا، ولكن كلفك الله عز وجل بان تعد نفسك للساعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اجابه؟ اجابه ايجابيه، حوله الى سلوك ايجابي. قال وماذا اعددت لها؟ طيب ولا أحد يعلم الساعة يا أخي. سيدنا جبريل لما سقسى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس، قالوا متى الساعة؟ شكون يسأل؟ جبريل. من سأل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على باله باللي يسأله جبريل، ما على باله، على باله يعلم ذلك. لأنه في الأخير قال لسيدنا عمر، قالوا أتدري من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما المسؤول عنه بأعلم من السائل؟ شكون هو المسؤول؟ وسيدنا رسول الله، نبي مرسل، وهو أفضل الرسل. ومن هو السائل؟ هو جبريل، ملك مقرب، وهو أقرب الملائكة. قالوا لا السائل يعرف ولا المسؤول يعرف، شكون اللي يعرف؟ شكون اللي يعلم؟ هو الله ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا كيف الآن كيف سنكون في الجنة؟ الشيء اللي خبرنا به ربي عز وجل فيها كذا فيها كذا فيها. وهذاك تقريبي، يقول لك من لبن لم يتغير طعمه، من عسل كذا، هذه كلها أمور تقريبية. هذه فقط، لأنه هل لبن الجنة كلبن الدنيا؟ هل عسل الجنة كعسل الدنيا؟ هل ثمار الدنيا؟ ربي قال لك وأتوا به متشابها، نفس الفاكهة شكلا وكل شيء، ولكن كل ما تذوق شيء تجده يختلف عن ذوق السابق. صحيح. هذا شيء، هذا موجود في الجنة فقط. أقول لك تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، وماء
ولكن الماء نشربه دوكا بعد شويه نعطشوا، ولكن انت ماك تشرب الزش. ولهذا فبالاحياء بلا الاحياء المهم احنا ندخلوا الجنه وحده ونجتهدوا في ان نحرص على الاشياء التي تدخل لتدخلنا الجنه. ولهذا علمنا سيدنا رسول الله في الدعاء نقولوا بان ندخل نسال الله عز وجل ان ييسر لنا كل ما يقارب من الجنه وان يبعد عنا كل ما يقرب من النار. هذا هو السؤال الـ يعني طريقه السؤال كما الصحابه كانوا يسالون عن الاشياء التي تنفعهم ولا يسالون عن الاشياء التي لا يترتب عليه اي نفع. في هذه نذكر لك نكته برك استاذ حمزة الخوتنا، أذكر في سنة 88 89 الله يبارك 90 هكذا كان ملتقى هنا في الجزائر، الله يبارك، ملتقى على المذهب المالكي دار في قصر الثقافة، ودعي إليه عدد من العلماء منهم الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، رحمة الله يعني الشهيد رحمه الله. فسمعت شخصا يسأله قال له أعطيني مثال لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احنا ما فين نذكره كذا، هو يذكر له مثال عملي وظيفي. وش قال له؟ قال له مثلا إذا كان قيامك لصلاة الصبح يستدعي منك أن تنام بعد العشاء مباشرة، قالوا فيصير نومك بعد العشاء مباشرة واجبا. اشترفته بشيء عملي، شيء عملي. واحد سقساه في درس آخر عن عدد أصحاب الكهف، فأجابه السائل الشيخ قالوا عدد أصحاب الكهف هو بعدد فرائض الوضوء. هو يستدرجه أنه ربي لم يخبرنا بعدده. فهذاك السائل قالوا يا سيدنا، قالوا وما عدد فرائض الوضوء؟ قالوا يا سيدي، قالوا أنت لا تعرف فرائض الوضوء وعددها التي كلفت بها وتسأل عن أصحاب الكهف الذين لم تكلف بهم، والله لم يقولون ثلاثة رابعهم كلفهم ويقولون خمسة وسادسهم. خلاص ما ربي ما حبش يخبرنا بهذا الشيء، وإحنا علاش نحوسوا على، لو كان في ذلك زيادة لنا والله لأخبرنا الله عز وجل بإذن. ف ندخلوا بلحية بلا لحية هات ندخلوا برك إن شاء الله. وهنا ربما نجد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم تسؤكم. نعم. فيه سائل آخر شيخنا يسأل يقول بأنه ارتكب حادثا ومن خلال ذلك الحادث قتل عمدا، ولما عمدا ولا لا خطأ وأهل يعني حادث مروري، وأهل الضحية لما استبينوا الأمر وتأكدوا ووضح لهم هو الأمر والشهود وضحوا لهم الأمر سمحوا له. هو الآن يستفسر عن الدية عن الكفارة، هل هي واجبة، هل تبقى واجبة في حقه ويعطيها لأهله، وإذا تنازل أهله عنها ماذا يفعل بها، وهل عليه كفارة، وما الذي يجب في حقه؟ هو قبل هذا ينبغي أن ندعو الناس جميعا وندعو أنفسنا إلى أن نستعمل هذه المركبات والسيارات استعمالا عقلانيا يعصمنا من الوقوع في هذه الكوارث والحوادث إن شاء الله يا ربي. وهد يعني اهتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريقة حقها. لما تسوق سياقة منظمة وفق القوانين فأنت تعطي الطريق حقه حتى لا نقع في مثل هذه الإشكالات. طيب الآن وقع حادث مرور توفى الشخص، طبعا هذا ليس قتلا خطأ، ليس قتلا عمدا بل هو قتل خطأ، هذا شيء ترتب فيه اللي يقتل مؤمنا خطأ فعليه الكفارة وفيه الدية التي تسلم إلى أهله. إذن عنده كفارة واحدة وعنده ثانيا ماذا؟ الدية. قلت في السؤال بأن أهل الشخص اللي مات لما اطلعوا علموا باللي الشخص ما وش متعمد وأنه خطأ وأنه كذا وأن
سمحوا له في الدية خلاص. إذا تنازل أهل القتيل عن الدية تسقط الدية خلاص، سقطت نهائيا. واضح الكلام؟ صح. خلاص بإذن الله. خلاص تبقى الكفارة، الكفارة ليس حقا لأهل الميت، هذه الكفارة حق الله ولا تسقط، والله لم يسقطها. لم يأتي خبر عن الله، عن الله عز وجل يقول بأن الدية ساقطة، ولهذا تجب عليه الدية. وشن هي الدية في كفارة القتل؟ الآن لم يبقى إلا صوم شهرين متتابعين أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما كاش، إذن وش يبقى؟ يبقى صوم شهرين متتابعين. ما كاش إطعام 60 مسكينا في كفارة القتل الخطأ، إذن هذا يصوم شهرين متتابعين. طبعا ما يبداش الآن، أولا حرارة شديدة، ثانيا راح تقطع بعيد الفطر، العيد الأضحى. عيد الأضحى، والإنسان إذا عنده صيام شهرين متتابعين ما يصومهمش بحيث يقطعهم فطر واجب كما فطر الأضحى وفطر تاع العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فخلي حتى يجوز عيد الأضحى، ومعليش يقدر ينتظر حتى تبرد شوية الحالة وما يطولش النهار، يعني يبقى نهار قصير ونهار خفيف، ويصوم شهرين كاملين متتابعين لا يقطعهما إلا لعذر قاهر كمرض ما قدرش كذا. أما إذا كان قطعهم لغير عذر فيستأنف، ولو صوم 50 يوم إذا قطع بدون عذر يعود من الصفر. صح. أما صام 54 يوم ومرض ما قدرش وفطر، لا بعدين براء، غير براء يكمل 55 يوم حتى يكمل 60 يوم. صح. شكرا على هذا التنوير شيخنا للإشارة، يعني هذه الأسئلة التي نجيب عنها قد وردتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر جهاز الفاكس الذي يظهر رقمه أسفل الشاشة، هو والبريد الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي. شيخنا فيه امرأة وراه الزمام راه عندك، يعني الأسئلة اللي طبعتها وكذا راني رأنا طبعناها يعني. نعم شيخنا. امرأة أخت تسأل تقول بأنها قطعت على نفسها عهدا مع زوجها إذا مات ما تزوجش بعده. نعم. فحصلت هذه الحادثة، توفي عنها زوجها وهي في مقتبل عمرها، صبرت بعد وفاته سنوات، إلا أنها بعد مدة أحست بأنها أثقلت كاهل عائلتها. نعم. ولم يعد بإمكانهم الإنفاق عليها والتكفل باحتياجاتها، وتقدم لخطبتها من يرغب فيها، فهي الآن محتارة في أمرها، هل تبقى وفية لذلك العهد الذي قطعته في يوم من الأيام، أم أنها تختار هذا الأمر وتقبل عليه ولا حرج عليها؟ هي تستفتيك وتبحث. نعم. عن الجواب الشافي. هو هذاك عبارة عن حالة شعورية معينة دفعتها إلى أن تقول ذلك، وهذاك الوعد أو العهد اللي دارته ليس من الوعود التي يجب الوفاء بها. ولهذا لماذا؟ لأن فيها تحريما للحلال، وربي عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وربي عز وجل نهى المؤمنين على أن يحللوا الحرام أو يحرموا الحلال، لأنه كان الناس يستعظمون الإنسان كان يحلل حاجة حرام، يحلل الخمر ولا يحلل السرقة ولا الربا يستعظمون، ولكن واحد يحرم الحلال كيف تحريم الحلال ولا تحليل الحرام كيف؟ ولهذا فهي الآن كأنها حرمت على نفسها شيئا أحله الله عز وجل لها. طيب إذا كانت هذه رغبتها فلتفعل الآن، إذا كان لأنه تقدموا لها الناس محبة الزوج هذه شغلها، ولكن يبقى حلالا. طيب في فترة معينة كانت مستعدة لها الشيء، الآن لم تعد مستعدة، فإذا تقدم لها من تقدم لها و رغبت في الزواج، سواء أثقل ذلك على أهلها ولا، حتى قال مواليها قائمين بها
حاطينها فوق راسها راسهم وما يخصها والو، ولكن أرادت أن تتزوج فلتفعل، وهذا أمر لا يجب الوفاء به. وكان واحد القاعدة في هذا الباب خصوصا في مذهبنا، في مذهب الإمام مالك رحمه الله، تسمى البساطة. ربما الكثير من الناس لا يعرف هذا المصطلح. وش هو البساطة؟ البساطة يقولك هي النية الحاملة التي تحمل الإنسان، تدفع الإنسان إلى اليمين، أو تدفع الإنسان إلى النذر، أو تدفع الإنسان إلى هذه الالتزامات التي يعقدها على نفسه. يقولك هذه الأيمان والطلاق والنذور يقولك تحمل على بساطها. ننظر إلى نية الإنسان، هي نيتها هي إظهار الوفاء لزوجها فقط، وليس نيتها هو قطع الزواج. ولهذا يذكر في أمثلة ذلك في باب اليمين أن امرأة في الأندلس، المكان الأندلس، حلفت أنها ما تزوجش، أنها لا تبقى في قصر المكان اللي كانت ساكنة فيه وهو بيت الخليفة، ثم إن شاء الله أنها تزوجت بالخليفة. فقالوا هذا لا يلزمها اليمين، نقولوا لها أنت يا تقدري تزوجي ولا حرج عليك إن شاء الله. شيخنا شكرا لك على هذا التنوير، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والانتباه، وعلى هذه الأسئلة التي نورتم بها المشاهدين الذين يشاهدوننا في هذه اللحظات. إلى أن ألقاكم في عدد مقبل، السلام عليكم ورحمة الله.